الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب جامعة القاهرة، واستشاري جراحة المناظير والحقن المجهري، وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، ورئيس مجلس إدارة مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بيكم مع الطبيب. فقرة مهمة جدا، وهنقول مش فقرة معينة، لا هي سلسلة فقرات احنا متعودين طبعا مع أستاذنا الكبير أستاذ دكتور هشام الشاعر ان هو يكون معانا كل يوم سبت وثلاث، ويقول لنا ايه المعلومات المهمة جدا اللي تخص كل السيدات وكل البنات. طبعا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو شغلنا كلنا، لان للأسف اللي احنا هنتكلم فيه ده ممكن يكون ظاهريا مش باين، يعني ما لهاش أعراض كتيرة قوي، أو أنا ممكن يكون عندي المرض ده وأنا مش واخدة بالي منه، وهي البطانة المهاجرة. البطانة المهاجرة بتتسبب في مشاكل كتير قوي، ومنها تأخر الإنجاب. بس في مننا مش عارف يعني إيه بطانة مهاجرة. طب يعني مثلا ممكن تكون مهاجرة إن هي مش موجودة خالص في جسمنا، ولا هي في مكان تاني؟ طيب هي ممكن تتسبب في إيه تاني غير تأخر الإنجاب؟ حاجات كتيرة قوي هنعرفها النهاردة من ضيف فقرتنا القيمة العلمية، اللي أنا دايما بقول إن أنا ببقى فخورة إن أنا ببقى موجودة قدامه وباخد منه المعلومات الصح الطبية العلمية. خلينا نرحب مع بعض بأستاذ دكتور هشام الشاعر. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، منورنا. الله يخليك، ميرسي على المقدمة الجميلة قوي. ميرسي، ده من ذوقك. يعني إحنا بنقول دكتور أستاذ دكتور هشام الشاعر كل يوم سبت وثلاث موجود معانا، النهاردة بالزيادة هنتكلم عن البطانة المهاجرة. يعني إيه بطانة مهاجرة؟ تمام، بطانة الرحم المهاجرة. يعني إيه بطانة الرحم يا ميري؟ يعني نسيج بيبطن الرحم. أوكي. شوية أنسجة كده بتبطن الرحم، تقعد تضخم منتظرة إن جنين يتزرع فيها عشان يحصل حمل. لو ما حصلش حمل، بطانة الرحم اللي جوه الرحم بتتحلل وبتنزل وقت البيريود، وبطانه الرحم اللي جوه الرحم دي اللي بتتحلل كل شهر وتنزل وقت البيريود لو ما فيش حمل. ده الحاجه الطبيعيه اللي هي بطانه الرحم الطبيعيه اللي جوه الرحم. اوكي. لو لسبب ما احنا مش عارفينه لحد دلوقتي، بطانه الرحم اللي جوه الرحم في جزء منها خرج من الرحم عن طريق حاجه اسمها قنوات فالوب، عن طريق حاجه اسمها الشعيرات الدمويه. المهم يعني لو بطانه الرحم اللي جوه الرحم دي خرجت بره الرحم، راحت مكان تاني في الجسم، اوكي، يبقى هي دي اسمها بطانه الرحم المهاجره. تمام. ليها تعريف تاني؟ يعني مثلا ممكن تكون مثلا طفله يعني لسه مولوده بتتولد، يعني هل ده عيب خلقي مثلا؟ لا ممكن لا. تمام، يحصل؟ حلو قوي السؤال ده. هو امتى بطانه الرحم المهاجره بتبقى موجوده؟ في الفتره اللي الرحم فيها بيشتغل. والرحم بيشتغل من امتى؟ من وقت البلوغ حتى وقت انقطاع الدوره. انقطاع البيريود. فمن الوقت ده للوقت ده طالما الرحم شغال وبطنط الرحم بتضخن، والمفروض لو ما حصلش حمل بتتحلل وبتنزل وبتعمل دم الدوره، ده بيبقى موجود بطانه الرحم المهاجر. وبتروح اماكن كتير في الجسم، بس الاماكن اللي تهمنا يا ميري هي الاماكن اللي بتاخر على الحمل. احنا بنتكلم عن تاخر الحمل. يعني هي ممكن تروح اماكن ما تاثرش عليه، ما تاثرش على السيده كحمل. بالظبط كده. والعكس برضو لو في مكان سليم ممكن الحمل يكمل عادي. تمام. طيب لكنها بتروح اماكن تانية، احب في صوره كده جايبينها نشوفها. طيب. مع بعض هكون معانا الاماكن الصورة. ايوه. الاماكن اللي فيها بطانه رحم مهاجره، الرحم في النص اهوت يا ميري، وتخرج منه الانبوبتين، وكل انبوبه في اخرها المبيضين اللي هم لونهم اصفر. حلو جدا. طب ايه الحاجات البني دي؟ الحاجات البني دي اماكن اللي راحت لها بطانه الرحم المهاجره. الاماكن اللي راحت لها بطانه الرحم المهاجره، ولكنها مش كلها. مش كلها يعني؟ لا طبعا. لان هي بطانه الرحم اللي جوه الرحم موجوده، مش متجزأة، هي حاجه واحده بس. بالظبط كده. بس ممكن تروح على الانبوبه اليمين الشمال، المبيض اليمين المبيض الشمال، وتبقى مؤثره على فكره، منتشره. ما ده اللي انا عايزه اسال عنه. نسبه انتشارها بقى قد ايه يا دكتور؟ طيب. احنا كده كده مش عارفين، احنا بنقول غير معلوم السبب، مش معلومه السبب. اوكي. تمام. بكام نسبه، كام في الميه مثلا من السيدات؟ حلو قوي. بص يا ميري، اي 10 ستات ماشيين في الشارع لو جبتيهم ودورتي هتلاقي واحده منهم عندها بطانه الرحم المهاجر، واحده من كل 10. بس ده واحده من كل 10 اللي ماشيين في الشارع. بالصدفه. لكن اللي بيترددوا على مركز تاخر الانجاب، كل 10 عندهم مشكلة تأخر إنجاب، 3 إلى 5. تخيلي يا خبر، 3 إلى 5، يعني عدد مش قليل. عندهم بطانة رحم مهاجرة. برافو عليك، أديك قلتي عدد مش قليل. نسبة منتشرة، نسبة كبيرة. أوكي. وهي دي المشكلة. المشكلة بطانة رحم مهاجرة نسبة انتشارها عالية، لكن أعراضها misleading. يعني إيه؟ يعني ممكن تخمنا،
يعني ممكن تبقى موجودة زي ما انت نويتي في وانا اول، معرفش. والست للأسف المغلوبة على أمرها ما تعرفش ان عندها بطانة الرحم. طب هنعرف، هنتكلم في أعراضها تانية بدقة، بس خلينا نقول احنا بنقول نسبة انتشارها كبيرة، يعني ما بين 10 مثلا بيروحوا للمركز الرياض. أيوة. ممكن يكون في 3 3 الى 5 كمان. طيب النسبة بقى اللي هي ممكن تكون في مكان هي بتأخر الحمل برضو كبيرة، ولا ممكن تكون في أماكن تانية؟ التهايل. المشكله في الموضوع ان الاماكن اللي احنا جبناها في الصوره اللي فاتت دي هي دي الاماكن اللي لو وصلت لها بطانه الرحم المهاجره هي دي ساعتها بتاخر الحمل. وللاسف دي الاماكن الاكثر شهره اللي هي بتروح لها اماكن بطانه الرحم المهاجره عشان تعمل تاخير الحمل. اوكي. حته الاعراض دي يا ميري مهمه قوي خالص ان اتكلم عليها. ايه بقى الاعراض؟ لان احنا قلنا وانت قلتي في الحلقه ان ممكن متبقاش ممكن ما تكونش ليها اعراض. هي دي المشكله، لو عملت اعراض، لو عملت اعراض تبقى بتعمل حاجتين. اوكي. واي واحده بتسمعنا دلوقتي لو عندها حاجه من الحاجتين دول يبقى تفكر ان ممكن يكون عندها بطانه الرحم المهاجره. حلو قوي، يعني كله يركز دلوقتي، كله يركز. انا هركز على نفسي. تمام، عشان هسالك على فكره. ماشي. فعشان كده ركزي معايا كده. تمام. اول حاجه تاخر حمل. اوكي، دي ممكن يكون إيه؟ فعلا نسبتها. أيوة. قد إيه؟ ان هي بسبب لا تاخر الحمل. العرض اللي هو نتيجه بطانه الرحم المهاجره. زي ما قلنا كل 10 كل 10 عندهم تاخر حمل من بين 3 و5 من 3 ل 5. يبقى ده عرض مهم جدا. حلو. تمام. أوكي. العرض الثاني هو وجع، الام. الام امتى يا ميري؟ اثناء حاجتين، وقت البيريود، وقت الدوره. أوكي. وقت العلاقه الزوجيه. طب وقت الدوره في الم؟ طب بنات وستات كتير عندهم وجع اثناء البيريد، اثناء الدوره. لا مش الوجع ده، مش ده الوجع اللي يعني هو أنا الالام الغير المعتاد، الالام الغير المعتاد عن الطبيعي اللي هي بتبقى اثناء البيريد وقبلها وبعدها كمان. اثناء البيريد وقبلها وبعدها ده الم مش طبيعي. احتمال الالم ده يكون نتيجه بطانه الرحم المهاجر. حلو قوي. تمام. أوكي. ده الوجع الاولاني. الوجع الثاني وجع اثناء العلاقه الزوجيه، واقصد بيه وجع اسفل البطن، الام اسفل البطن. تمام. الوجعين دول واحد منهم او الاثنين لو كانوا موجودين يبقى ممكن الزوجه دي ألم يكون عندها الام. وجع زي مغص ولا تقلصات؟ لا مغص. بيفرق. مغص هو فعلا مغص. فكره سؤال كويس جدا. لا هو مغص. مغص وتحس بتقل، تقل كبير جدا جدا. ده اللي هو نتيجه بطانه الرحم المهاجره. عارفه التقلصات اللي انت بتحكي عنها دي؟ ولو كانت وقت البيريود دي حاجه طبيعيه. اوكي. لكن انا بتكلم عن مغص او تقل في المنطقة بتاعة الحوض، المنطقة اللي فيها الرحم والأنابيب والمبايض، في وقت البيريود والوقت اللي قبلها وبعدها. ولو العلاقة الزوجية؟ ولو العلاقة الزوجية برضو الآلام دي بتبقى موجودة أثناء العلاقة، ألم أسفل البطن. أوكي. يبقى عرضين أساسيين تاني يا ميري فاكراهم، رقم واحد تأخر حمل، تأخر رقم الحمل. اتنين الوجع. الوجع. والوجع ده يا إما أثناء البيريود وقبلها وبعدها، يا إما أثناء العلاقة الزوجية. طيب لازم الاتنين يا ميري يكونوا موجودين، تأخر حمل ووجع؟ لا. لا ممكن يعني ممكن يكون في وجع وما فيش تاخر حاجه حمل. واحده بس يعني خدت بالك؟ زي ما انت بتقولي ممكن تكون بنوته، ممكن تكون بنوته. لا وممكن تكون مدام حملت ولدت قبل كده يعني ما عندهاش مشكله تاخر حمل. اوكي. وتلاقي عندها بطانه رحم مهاجره وتشتكي ساعتها من وجع. واخده بالك؟ وممكن تكون عرض اللي هو تاخر الحمل بس. اوكي. يبقى اقصد اقول ان العرضين دول، ان تاخر الحمل والوجع، مش لازم يكونوا موجودين. يعني بنلاقي حالات عندها تاخر حمل ودي نسبتها مش قليله، عندهم بطانه رحم مهاجره من غير ما يكون عندهم وجع. يعني هي تشك في نفسها. من 3 ل 5 من 3 ل 5 كل 10 تشك في نفسها. يعني ما تديش كمان، يعني ما تشخصي نفسها، ودي اصلا مشكله كلنا اصلا يعني. تمام. بنحب نفتي بقى يعني. أيوه. لو شويه مغص ممكن يكون حاجه تانية يعني. أيوه. ولا ده ممكن يكون برد. تمام. ده مش عارفه ايه تقلصات، ممكن يكون مثلا القولون قايم عليا شويه يعني. تمام. حاجات كتير قوي بتضيعنا كلنا. تمام. طيب بس مش بنقول ان يعني الوجع ان هو شويه تقلصات تقول عندها بطانه رحم مهاجره. لا. الوجعين دول هم اللي احنا بنحكي عنهم عشان برضو. أوكي. مش عاوزين نخوف الناس زياده عن اللزوم. طيب بتتسبب في ايه بطانه الرحم المهاجره؟ تمام. في تاخر الانجاب. هايل، حلو قوي السؤال ده. ازاي بطانه رحم مهاجره بتاخر الحمل؟ احنا قلنا عرضين خلاص. حلو. لازم الاثنين يكونوا موجودين؟ لا. لا ممكن وجع ممكن بس عرض. وممكن تاخر حمل ممكن بس. ممكن تاخر حمل. تمام. وممكن الاثنين. اوكي. تاخر حمل، وعشان الحمل الطبيعي يحصل هنتخيلها كانها قصه كده رومانسيه ظريفه كده ما بين عريس وعروسه هيتجوزوا. العريس خارج من بيتهم رايح يتجوز يوم الفرح. اوكي. خارج من بيتهم منين يعني؟ هو مين العريس الاول؟
مين العريس الاول؟ انا عندي ما عنديش عريس. لا مش انا ما عنديش عريس. مش انت يا ميري يا اصلا العريس اللي هو الزوج. لا برضه مش الزوج. طيب الحيوان المنوي. بجد ده ما حدش قال يا حدش قال. اوكي ان شاء الله يحصل قريب. مين العريس؟ خارج العريس اللي هو الحيوان المنوي. أوكي. خارج من بيتهم وراح يتجوز. خارج من بيتهم اللي هي مين؟ الخصيه. الخصيه. اوكي الخصيه. راح يتجوز العروسه اللي هي مين؟ خلاص الرحم بقى. لا او البويضه. البويضه البويضه خلاص بالظبط كده. البويضه ماشي. البويضه العريس خارج من بيته والعروسه خارجه من بيتها. تمام. وهيتقابلوا في مكان الفرح. هي مين العروسه؟ البويضه. خارجه منين؟ من بيتها اللي هو المبيض. رايحه لمكان الفرح. ومين العريس؟ الحيوان المنوي. وصل لها لمكان الفرح. حلو قوي. هو مين مكان الفرح؟ الانبوبه. قناه فلو. قناه فلو. شطوره خالص. الزفه في قناه فلو. الزفه في قناه فلو. حلو قوي. اتزفوا اتقابلوا خلاص هما كده بقوا حاجه واحده. هيروحوا بيتهم. هو مين بيتهم؟ مين بيتهم؟ الرحم. الله ينور عليك. شطوره خالص. حافظه خالص. هايله خالص. ده الطبيعي اللي بيحصل. اوكي ماشي. لما يكون في بطانه رحم مهاجره القصه دي كلها او المشهد الرومانسي الجميل ده ممكن يقف في اي مرحله من المراحل بتاعته. في خطوه مش هتتم يعني هيقف عند خطوه معينه. بالظبط كده. اوكي نبتدي باول خطوه اللي هي العروسه خارجه من المبيض. العروسه دي البيت بتاعها ممكن يكون متدمر اللي هو المبيض طالع فيه حاجه اسمها كيس. والكيس ده اسمه كيس شوكولاتي. ميري هي الست بتحب الشوكولاته عشان كده طالعه لها في المبيض؟ لا 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 خالص. امال ايه اللي حصل؟ فاكره الصوره اللي جبناها في الاول هي بطنط الرحم المهاجره اللي راحت للمبيض النقطه البني دي؟ طيب ما احنا قلنا بطنط الرحم المهاجره كانت اساسا بطنط الرحم اللي بتتحول لدم كل شهر دم البيريود. فهي ما نزلتش ما اتحولتش فتراكمت فتكدست في مكان الدم ما خرجش على الشارع. الدم متحوش في المبيض زي الصوره اللي احنا شايفينها. طبعا هتعرقل للحمل. النقطة بقى ان الدم ده هيقعد متحوش في المبيض وينتفخ ويتحول لحاجة عاملة زي الشوكولاتة السايحة ويبقى ساعتها اسمه كيس شوكولاتي. يعني قصد حضرتك ان هو بيكبر. ايوه. يعني البطانة الرحم دي لما بتبقى مهاجرة في مكان معين. أيوة. تستقر. أيوة. وتبتدي تكبر. تمام. فطبعا دي بتوقف الحمل. فما طبعا تمام ليه؟ لان الكيس ده طالع في المبيض. أه. اللي هو طالع منه البويضات. اوكي. الكيس ده في حد ذاته يا ميري عامل زي السوسة اللي بتاكل في السنة. يعني كان الكيس عمال ياكل في البويضات اللي موجوده في المبيض. واخد بالك ازاي؟ أوكي. ففرص الحمل بتقل. طبعا. وحتى البويضات اللي بتخرج من المبيض بتكون جودتها مش حلوه. لانها اساسا طالعه من مكان مش سليم. عروسه طالعه من بيت مش سليم. ايوه. فاكيد اكيد جوده البويضه دي مش حلوه. يبقى دي اول حاجه. حلو. اوكي. طيب تاني حاجه نرجع للقصه. فاكره اتقابلوا فين يا ميري؟ اتقابلوا في قناه فلوب عشان خاطر يروحوا بيتهم اللي هو الرحم. برافو عليك يا ميري. انتهينا خالص والله. ربنا يخليك. اتقابلوا في قناه فلوب. ايه اللي حصل؟ طنط الرحم اللي راحت للانبوبه الصوره اللي برضو اللي فاكرينها. حلو. أوكي. راحت للانبوبه. عملت ايه في الانبوبه؟ عملت حواليها التصاقات. يعني اني جبت الانبوبه دي ولفتها زي برباط. ما شفنا في الحلقه اللي فاتت عن الالتصاقات. طبعا بالظبط ما بتبينش اي معالم للجسم اللي احنا المفروض نشوفه. بالظبط. والالتصاقات دي لفت حوالين الانبوبه وقفلتها خلاص. فعمرهم العريس والعروسه ما يتقابلوا مع بعض. طبعا. او مش بس كده مش لازم يكون في التصاقات حوالين الانبوبه قفلتها. لا ده اللي تروح للجدار بتاع الانبوبه. فاكره الفيديو عرضناه قبل كده الجدار نفسه بتاع الانبوبه فيه حاجه اسمها اهداب بتزق البويضه. ما هو برضو اللي بيروح لجدار الانبوبه الجدار ده بيبوظ. الاهداب ما بتزقش البويضه. البويضه مش هتعرف تقابل الحيوان المنوي. يبقى ده مكان تاني بتشتغل او بتاثر عليه بطنط رحم المهاجره. هي الاماكن اللي بتهاجر فيها البطانه. أيوة. هي عرضه اكتر لتاخر الانجاب اكتر. تمام. من الاماكن اللي ممكن ما تتسببش. تمام. هو عامه هي في مكانها مش طبيعي. تمام. فاي حاجه في مكان مش طبيعي فاكيد لازم يعني نوصل بيها لحاجه غلط. بالظبط يا ميري. طيب انا لسه ما خلصناش. ازاي ايه تاني بطنط رحم مهاجره بتاخر الحمل؟ العريس وعروسه لا ده اتقابلوا واتجوزوا ورايحين البيت بتاعهم اللي هو زي ما سالتك وقلتك مش هسالك تاني البيت بتاعهم الرحم. اللي هو الرحم. هقول تاني عادي عادي مفيش مشاكل. الرحم. طيب الرحم المفروض الجنين بيستقر فيه عشان الحمل يحصل. حلو. بطنط الرحم المهاجره للاسف الجهاز المناعي بيتعامل معاها كانها جسم غريب كانها ميكروب. طبعا. اقول تاني. بطنط الرحم المهاجره. الجسم بيتعامل معاها كانها جسم غريب او كانها ميكروب. عشان هي خرجت من المكان الطبيعي بتاعها. أوكي. الجهاز المناعي هيترجم الله ده في ميكروب عاوزين نروح نهاجمه عاوزين نبعت في جسم غريب. اوكي عاوزين نروح نهاجمه ده الجهاز المناعي بيقول كده عاوزين. أوكي. نبعت حاجه اسمها خلايا اكولة تاكله. اوف الله. يبقى اي جسم غريب هيبقى ساعتها موجود في المنطقه دي اللي فيها بطنط الرحم المهاجره
هيتاكل عن طريق الخلايا الأكولة اللي هي كانت رايحة المنطقة دي، منطقة أسفل البطن، عشان تاكل الأماكن اللي فيها بطانة الرحم المهاجرة، ومش هتقدر تاكلها. بس هتقدر على مين؟ على الحيوان المنوي الغلبان. ما هو جسم غريب. أيوة طبعا. عن الجنين الغلبان، ما هو جسم غريب. دي بيسموها حاجة الأكسدة أو أنا فاهم قصدك، هي الأجسام المضادة. هي دي يعني شبهها، شبهها يعني. أوكي. قريبه منها في نفس الفكر. فلما تيجي هتهاجم البطانه المهاجره، البطانه مش هتقدر عليها، هتقدر على مش هتقدر على البطانه الرحم المهاجره، لكن هتقدر على الحاجات الغلبانه زي الحيوان المنوي او الجنين. وساعتها الحيوان المنوي البويضه اتقابله وكون جنين وراح عشان يتزرع في الرحم، مش عارف لان في حاجه كلته. فهمت الفكره ازاي؟ فعشان كده بنقول البطانه الرحم المهاجره، الله، دي بتمنع الحمل باكتر من طريقه. القصه الرومانسيه الجميله اللي احنا حكيناها دي ما بتحصلش، سواء على مستوى البويضه، سواء على مستوى الانبوبه، سواء على مستوى الرحم. في اماكن تاني ولا انا متهيالي اللي ياثر اللي ياثر على الحمل هما التلات اماكن اللي احنا قلنا عليهم. في اماكن تانية بس دي مالهاش علاقه بالحمل، مالهاش بتعمل دي حاجات تانية. بس الاغلبيه طبعا بتروح الاماكن دي اللي هو يعني حوالين الرحم بمعنى اصح. بالظبط. طيب التشخيص، انا عشان اشخص صح، هل في لو مثلا في سيده راحت مكان مش موثوق فيه او مكان مش مجهز ان هو شخص التشخيص الصح وشخص لها غلط، طبعا الضرر بيكون اكتر. صح. طب انا عشان اعرف ان انا التشخيص صح اعرف ازاي؟ تمام. بص يا ميلي، هما في حاجتين مهمين جدا يتعملوا عشان نقدر نشخص ان الست دي عندها بطانه رحم مهاجره ولا لا. هي عموما اي واحده عندها مشكله تاخر حمل يبقى كده تفكر، وتفكر بقوه ان عندها بطانه رحم مهاجره ولا لا. تفكر بقوه طبعا. طبعا ده 3 من كل 5 طبعا، 3 من 3 الى 5 من كل 10 عندهم عندهم مشكله تاخر حمل. 3 من الى 5 من كل 10 الحمل متاخر عندهم يكون عندهم بطانه رحم مهاجره. اوكي. فعشان كده لازم الدكتور اللي بيعمل سونار للحاله دي يكون عينه خبيره وماهره، يعرف يلقط الحاجه اللي بتبان بالسونار في وجود مرض بطانه رحم مهاجره. اللي هو ايه الحاجه اللي بتبان بالسونار؟ حاجه اسمها الكيس الشوكولاتي. والكيس الشوكولاتي ده منظره بالسونار بيبان، بس محتاج شويه حرفيه ومهاره. ليه بقول الكلام ده؟ لان شفنا حالات كتير اتقال لهم ان انتوا كويسين والمبايض بتاعتكم كويسه، بس اتاري عندهم حاجه اسمها كيس شوكولاتي بتاعت حاجه اسمها بطانه رحم مهاجره. وشفنا ناس تانية اتقال لهم انت عندكم كيس شوكولاتي بتاع بطانه رحم مهاجره وهم ما عندهمش حاجه. فدي نقطه مهمه قوي. خبره طبعا. الاشعه التلفزيونيه، الموجات الصوتيه بطريقه معينه بتكشف الكيس الشوكولاتي ده. بس هل الكيس الشوكولاتي اللي موجود في المبيض ده المظهر الوحيد لبطانه الرحم المهاجره؟ لا. فاكره الصوره؟ ما احنا كان في اماكن ثانيه. في كذا اماكن طبعا، في اماكن ثانيه طبعا. يعني قصدي حضرتك ممكن يتشاف بسونار وفي حاجات ثانيه تتشاف بحاجه ثانيه. بحاجه ثانيه. برافو عليك. ايه الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه دي الحاجه المهمه اللي احنا بنسميها العمود الفقري، الباك بون، العمود الفقري. أوكي. في تشخيص بطانه الرحم المهاجره حاجه اسمها منظار البطن. أوكي. منظار البطن مش الرحم. منظار البطن مش الرحم. تمام. مهم قوي الحكايه دي على فكره. بقى مهمة جدا. على فكره انت فكرتين ناس كتير تبقى فاهم الحكايه دي غلط. هو منظار الرحم ده من تحت يخش جوه الرحم يشوف الرحم من جوه. لكن بطانه الرحم المهاجره بتبقى بره الرحم، هي بتشوف الخارج عن الرحم. بالزبط. وهي طبعا هي مهاجره فبالتالي هتبقى بره الرحم، تبقى بره الرحم، يبقى دي محتاجه منظار تاني اسمه منظار بطن. برافو عليك. منظار البطن ده هو اللي بيحدد فعلا اذا كان في بطانه رحم مهاجره ولا لا. في صورة تقليدية بنسميها عندنا في الطب تيبيكال، يعني حاجة تقليدية لشكل بطانة الرحم المهاجرة، ده سهل تشخيصه. لكن في صورة تانية اسمها اتيبيكال يا ميري. يعني ايه كلمة اتيبيكال؟ يعني صورة غير تقليدية، يعني البقع اللي احنا شفناها دي بتبقى باينة مش على شكل بقع، باينة على شكل حاجات تانية. مش عاوز اشغل دماغ السادة المشاهدين بالنقط الفنية المهمة قوي واقول لهم الصور التانية عبارة عن ايه، بس عاوز اقول لهم ان في صور لبطانة الرحم المهاجرة بتبقى موجودة والدكتور داخل بالمنظار مش واخد باله ان الحاجات دي بطانة رحم مهاجرة. لو ما عندوش الخبرة بقى. لو ما عندوش الخبرة، ما عندوش المهارة، ما سافرش مؤتمرات، ما حضرش وركشوبس في اوروبا في امريكا، عرف الجديد في العلم. أيوة. الكلام اللي انا بقوله لك ده اللي هو الاتيبيكال، الصورة الغير الغير تقليدية لبطانة رحم المهاجرة اللي بتبان بمنظار البطن، الكلام ده بقاله سنة ونص سنتين بالكتير. يعني توصي حضرتك ان بقى حتى الشكل البطانة المهاجرة برضو ممكن يكون بقى في اشكال تانية اتغير، فممكن لو حد مش متابع الجديد فمش هياخد باله منه. برافو عليك. بالظبط هو ده اللي اقصده. فعشان كده بنقول منظار البطن والسونار دول اساسيين، بس مع العين الخبيرة والايد الماهرة اللي تقدر تشخص الكلام دوت. طيب احنا قلنا التشخيص،
تمام. العلاج. العلاج هي اهم حاجه بقى. احنا اتفقنا التشخيص المعتمد على استشاري علاج تاخر حمل يقدر يشخص كويس وبناء عليه هيعالج. بطانه الرحم المهاجره دي ليها موداليتيز اوف تريتمنت، يعني طرق علاج. وكل واحده يا ميري ليها طريقه العلاج المخصوصه بيها. العلاج مش قواعد عامه تمشي على كل الحالات. اوكي. كل حاله ليها علاج مخصوص. بس احنا بنشتغل على ثلاث اساسيات، يعلاج بالادويه، يعلاج بمنظار البطن، منظار البطن اللي شخصت بيه في نفس العمليه البسيطه دي اعالج بيه. رقم اثنين منظار البطن. رقم ثلاثه يعالج بالحقن المجهري. يبقى في ثلاثه اساسيين نقولهم تاني. تمام. اول حاجه علاج بالادويه. بالادويه. ادويه يا راسي حقن. يعني ممكن بالراس او الحقن. تمام. لو عندي في مكان معين بطانه مهاجره ترجع مكانها. تمام. ولا تختفي. لا تختفي، احنا بنعالج اللي خرج. ماشي. دي مهمه اصلا. ما بترجعش اصلا هتقول لك يعني انا عارفه انا بتكلم. بصي على فكره اسئلتك رغم بساطتها انا معجب بيها جدا. هي الناس لان هي الناس بتسالني كده. هي مهاجره فيعني. أيوة. هي خرجت مشيت بره بيتها فرجعوها يا جماعه. لا حقيقي. لا تمام. لا مفيش كلام ده، احنا بنقضي على اللي خرج. ماشي. تمام. اوكي. بالادويه حقن او راس. تمام. ده رقم واحد. او رقم اثنين منظار البطن. او رقم ثلاثة الحقن المجهري او مزيج ما بينهم. يعني ساعات حالة اعمل لها منظار ثم علاج، يعني منظار ثم ادوية. تحمل منظار. بس تحمل. ايوه. واحدة لا ما اعمل لهاش منظار ادوية ثم حقن مجهري. يعني اقصد اقول ان العلاج بيتفصل على حسب. يعني ما اسمعش من حد. يعني مثلا ما فيش واحده تقول لها انا كان عندي بطانه مهاجره. أيوة. وانا اللي هقول لك. أيوة. استنى على طول. أيوة. انا معاك. السلام عليك، دخلت في الحته اللي انا عاوزها بالظبط. وبص الدكتور بس اداني حقن الموضوع انتهى. فحد تاني دكتور يقول لها عليك. مثلا الثانيه بقى شخصيه ثانيه انت عايزه حقن مجهري. لا ده مكبر لك الموضوع. هيلة. فنتكلم بقى في النقطه دي يا دكتور. ده مهم جدا. مين اللي بيحدد ده؟ الدكتور الاستشاري المتخصص في علاج تاخر الحمل اللي بيشوف بالسونار والمنظار ويقدر يقيم درجه بطانه الرحم المهاجره. ليها درجات يمين اولى وثانيه وثالثه ورابعه. والمنظار لما نخش نشوفه هنشوف المنظر اللي احنا هنشوفه فيديوهات معانا دلوقتي. هنشوف فيديو نقط اهو معانا اللي هي فيديو علاج بطانه الرحم المهاجره بمنظار البطن. اوكي. احنا بمنظار البطن دلوقتي شايف الحته البني دي؟ شايفها؟ هي دي المعلمين عليها، دي اماكن اللي هي المحمره دي البطانة. اللي هي فيها بطانه الرحم المهاجره. حلو. الحاجات ديت بتتشخص عن طريق المنظار. وبتتشال او بالكي اهوت عن طريق المنظار، وبندي فرصه حمل حلوه جدا وخصوصا اول 6 اشهر بعد المنظار. وان شاء الله ان شاء الله الست بتحمل باذن الله. حاجات بسيطه جدا. في خلال الست شهور دول بالظبط كده. بنتعقب النقط اللي فيها بطانه الرحم المهاجره دي نقطه نقطه، وبنشيلها نقطه نقطه زي ما احنا شايفين. أوكي. تمام. ساعات تمام مهم قوي المنظار ده لتشخيص وعلاج بطانه الرحم المهاجره، وياما ناس حملوا بعد ما عملوا المنظار. تمام. حلو. نشوف منظر تاني برضه عن طريق منظار البطن. الكيس اللي كان موجود في المبيض فاكره سميناه كيس ايه؟ كيس شوكولاته. كيس الشوكولاته ان هو بيكبر. كيس شوكولاته. نشوف لما فتحناه نشوف الماده الشوكولاتيه. احنا جايبينه بس عشان نشوف بالفعل. الناس تتصور شكل الماده الشوكولاتيه عامل ازاي. ده مبيض مقلبص شويه عشان جواه حاجه. اوكي. لما نفتح بص بقى ده غير التاني خالص. يعني دي ممكن تكون سيده والتانيه سيده تانيه خالص. بالظبط كده. اللي ينفع مع دي ما ينفعش مع التانيه. بالظبط بالظبط كده. تمام. بعد ما فتحنا الكيس بنستأصل بقى الكيس دوت واحده واحده. أوكي. بنستأصل الكيس ده واحده واحده لحد ما نفضي نشيل الكيس ده من داخل المبيض. تمام. اوكي. طيب عندنا برضو نفس الكلام. ده المبيض كبير. انت انت ملاحظه انا دلوقتي ماسك المبيض بآله وبشد الجدار بتاع الكيس يا ميري بآله تانية. خالص على ملفوف خالص على الكيس. بالظبط بالظبط. yeah. بصي هو الكيس هو اللي ملفوف، يعني الكيس جوه المبيض. الكيس جوه المبيض فشاغل جزء من الحيز بتاع المبيض. ايوه طبعا. البويضه تكبر ازاي في طبعًا. الوضع ده؟ ما تكبرش. وحتى لو كبرت وخرجت اكيد جودتها مش هتبقى كويسه. الفوق ده الكيس انا بنتزعه من المبيض. على فكره الصوره باينه شويه دم كتير بس ما تقلقيش لان المنظار ده بيكبر 30 40 مره. الموضوع بيكون ابسط من كده. فالموضوع ابسط من كده بكتير 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 بكتير. واجراء ما بياخدش اكتر من 10 دقائق بس ربع ده ساعه. غير ده. ده غير ده بالظبط كده. اجراء ما بياخدش اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، وبعديه خلاص الزوجه بتخرج في خلال ساعتين بعد المنظار بتخرج بتبقى امنه تماما ما عندهاش اي مشكله خالص. طيب هل المنظار ده لوحده كافي؟ لبعض الحالات كافي. لبعض الحالات بالظبط كده. لكن احيانا بخش بالمنظار بلاقي لا الدنيا متقدمه، المرض متطور متقدم. مش درجه اولى ولا ثانيه، لا درجه ثالثه ورابعه.
طيب ساعتها الحالة دي الدرجة المتقدمة والتصاقات كتير وشلت التصاقات على قد ما اقدر، بس في الأنابيب مش في الوضع العادي بتاعها. أوكي. لا ما ينفعش أن أنا أنتظر كتير، 3 شهور بالكتير. في حالة تانية عملت منظار بطن بس الوضع كان أسوأ، عالجته على قد ما اقدر، بس وصلنا لمرحلة أني ما فيش إضافة تانية هعملها وأنا بعمل المنظار، مش هنستفيد بحاجة، مش هنستفيد بحاجة حقن مجهري طبعا، يبقى لازم ندخل ساعتها في الحقن المجهري. الحقن المجهري لحالات بطانة الرحم المهاجرة في أكتر من ميزة، بس الأول يا ميري أول تاني عشان أنا عارف أنت، أنا عارف أن أنت عارف الإجابة، بس أحب أسأل عشان خاطر السادة المشاهدين يكون طبعًا عارفين الإجابة. أنا عن نفسي بحب كده جدا. طب هي يتفهم من كلامي أن الحقن المجهري هو علاج لكل حالات بطانة الرحم المهاجرة؟ لا. للحالات اللي هي اتأخرت تمام او ما اتعالجتش من الاول او تمام. الموضوع عندها الكيس الشوكولاته كبير جدا تمام. ودخلنا بالفعل عملنا او ممكن انا شايف بنظري كدكتور تمام. عنده الخبره ان هو ما ينفعش يعني بالزبط. بدل ما اهلك في السيده وفي وقتها وفي نفسيتها بالزبط. على طول انت محتاجه حقن مجهري بالظبط كده. عشان كده بنقول هو ده العلاج الامثل او التعامل الامثل مع بطانه الرحم المهاجره، ان كل حاله لو اتشخصت صح هتتعالج صح، هتاخد الفرصه بتاعتها صح، مش هتضيع وقت كتير على الفاضي، او مش هتخش في سكه سريعه كانت ممكن تخش في سكه اسهل وابسط وتحمل بيها. فالطرق العلاج مختلفه على حسب كل حاله، ولما نوصل لحاله ان بطانه الرحم عندها متقدمه الدرجه الثالثه او الرابعه او سنها كبير او سنها كبير مش وقت طائماني مش وقت تاخر اكتر في الوقت هايل، او ان ابتدى عندها حاجه اسمها مخزون المبيض يقل، وده وارد في حالات بطانه الرحم حيلي. المهاجره اوكي، لان الكيس الشوكولاته ده قلنا عامل زي السوسه اللي بياكل من السنه صح، او عندها مشاكل في الانابيب قد تكون بطانة الرحم المهاجرة سداها وقد تكون حاجة تانية هي اللي سداها، او يكون الزوج كمان عنده مشكلة، يعني في مشكلة في السائل المنوي عند الزوج، يبقى في اكتر من سبب لتأخر الحمل، يبقى ساعتها ما بننتظرش ان احنا نعالج ده وده وده، دي حاجة اسمها ساعتها في الطب مالتي فاكتوريال. يعني ايه مالتي؟ يعني متعدد، يعني اكتر من سبب. لا دي تخش على الحقن المجهري بس ما تخشش النهارده، يعني الست مش تيجي النهارده المركز اقول لها ده انت عندك بطانه رحم مهاجره ومتقدمه ومخزون المبيض قليل و والزوج تعبان أيوة. يبقى اخش على الحقن المجهري، يلا بقى خد الادويه بتاعه الحقن المجهري، مفيش حاجه اسمها كده صح. لازم تحضير جيد، وجايز الست اللي انا هقول لها اعملي حقن مجهري دي اقول لها انا هعمل لك الحقن المجهري بس مش دلوقتي، هستنى شهر، هستنى 2، هستنى 3، لو هديكي فرصتك ممكن ما نلجاش للحقن المجهري. هو مش بستنى الشهرين 3 عشان خاطر استنى ان فرصه حمل عادي يحصل، لا ده انا بستنى الشهرين 3 عشان اعالج بالادويه الاول عشان اقلل من اثار بطانه الرحم المهاجره على البويضات فهم. على أوكي. فرصه الحمل لما ازرع الاجنه جوه الرحم، فاكره ما هي نفس الفكره برضو، لو انا عملت حقن مجهري ولسه في بطانه رحم مهاجره موجوده وزرعت الجنين، طب ما هو الجسم ممكن يتعامل مع الجنين ده بتاع الحقن المجهري كانه ميكروب او جسم غريب، نفس الفكره تمام. طب حضرتك تقول ايه؟ عايزين نوجه مثلا يعني كلمه مهمه جدا لكل السيدات تمام. احنا عارفين طبعا مركز الرياض قبل اي سيده، ودي اللي عجبتني جدا، لازم يبقى فيه اجتماع وتيم ورك لكل فريق العمل تمام. ودي حاجه بسطتني جدا ان هو عارف يعني ايه لكل سيده تمام. فدي يعني دقه اكيد هتوصلنا النجاح. ربنا عايزين نوجه كلمه للسيدات اللي هي بتبص لغيرها، يعني مثلا لا ده دي اتعالجت بحقن، لا ده دي مش لازم اعمل حق، مش لازم تمام. اعمل منظار، تقول لهم ايه يا دكتور؟ طيب اول حاجه يا ميري عاوز اقول لهم ما تتخضوش من مرض بطانه رحم مهاجره، لان ساعات في ناس وفي دكاتره بيصرفوا يعني بيقولوا كتير، بيتكلموا في مرض بطانه رحم مهاجره لدرجه ان الحاله مثلا هي قاعده لو حست بصداع تقول الله ده الصداع ده ممكن يكون بطانه رحم مهاجره راحت للمخ، لا الموضوع مش كده، الموضوع اسهل كده بكتير تمام. جامده، لا ده حقيقي، ده حقيقي فعلا، دي جامده. في ناس ساعات بتكون من كتر الكلام تسمع بطانه رحم مهاجره بتتخض على نفسها قوي كده، لا عاوزين نهديهم شويه، ده اول حاجه. تاني حاجه عاوزين نقول لهم اللي متاخر الحمل عندهم جايز يكون فعلا عندكم بطانه رحم مهاجره، ولو متاخر الحمل يبقى نروح لاستشاري علاج تاخر حمل مركز خصوبه عنده الخبره والمهاره في التشخيص والعلاج أوكي. عشان يمشيكي في الطريق الصح في الوقت الصح بناء على حالتك الطبيه وبناء على حاله زوجك الطبيه. مين هيساعدنا في ده؟ الات ادوات أوكي. ادوات زي المنظار، ادوات زي الحقن المجهري. المنظار عملنا الحالات وناس كتير حملوا بعديه من غير حقن مجهري، والحقن المجهري لا جانا الحالات تانية. لو وقتنا يسمح نشوف مثلا فيديو سريع واحنا بنشيل كيس
عن طريق ما هو هيسمع المنظار. بس اكيد في فقره تانية. في فقره تانية معانا هتروحي مننا كل يوم سبت وثلاث. خلاص ان شاء الله باذن الله. جدا يا دكتور. احنا هو عرضنا ازاي نشيل الكيس وان شاء الله برضو الفيديو هتكلم معانا دي هنعرضها. هنتكلم اكيد في فقرات تانية. فهمت بطنط راح مجرد كويس. انا فهمت كل حاجه اصلا. انا بعد كده اجي اشتغل معاك خلاص. تنورت. ميرسي يا دكتور طبعا ليك. نشكر مع بعض استاذ دكتور هشام الشاعر استاذ امراض النساء والتوليد والعقم كليه طب القصر العيني جامعه القاهره استشاري جراحات المناظير واطفال النبيب والحقن المجهري عضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقم ورئيس مجلس اداره مراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. وانا كمان بشكركم واشوفكم على خير ان شاء الله. الاستاذ الدكتور هشام الشاعر استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه طب جامعه القاهره واستشاري جراحه المناظير والحقن المجهري وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه والعقم ورئيس مجلس إدارة مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية.